conference of earthworm. Alcinia. The ancient testament. The matter of the earthworm Alcinia. وبعدها البتريازيس فيرسيكلا اللي هي الانتيتي بحد ذاته. وبعدها الكانديدياسيس. هذول الثاني يسموهم سوبرفيشال فانجل انفكشن. او كوتينيس. عندنا نوع اخر اللي هو السب كوتينيس فورم يسموه يعني من ضمن المثال عليه المايسيدون اللي ما راح نتطرق عليه. وعندنا سيستميك فانجل انفكشن اللي تصير بالدرماتولوجي وتصير في هذا السيستميك. مثل البلازموسيس، الكانديدياسيس، الاسبرجيلوسيس. اللي هن هي الكوتينيس فورمز اللي هي اول ثلاثه درماتو فايت بكراسيك سيكلر وتانكلياس. نبدا باول مجموعه اللي هي الدرماتو فايت. الدرماتو فايت او السوبر اللي هي مثل ما قلنا نحن السوبرفيشال فانجل انفكشن بول ذا كيراتين او بين ذا كيراتين. كيراتين هو موجود عندنا بالسكين. Entonces
This is a newcomer mycosis.
Tina Corporis. Ich werde Tina Corporis. Haben wir die Thema des Skelettes da?
سيبوري في المتنفس. أيضا هي تشبه تسلا بكتير سوراكس. عم تأخذ إن شاء الله بالتنصيب عليه. This is the clinical picture of tenia cruris. تلاحظون في المينيمال أريثيمة. مينيمال سكيل. عن بعض يعني بعض الفوق. هو طبعا إذا يصير في يعني بروح إذا يجيك المريض صار في خلينا نقول في بروفيشنال رومانس تلقى كثير سنتر طبعا تلقى بس إذا تلاحظ ايش الصورة تلاحظ ايش على الرايت سايد اكو فيها فايدة اكتيفيتي إذا تلاحظون الريم والبوردر اوف ديفيجن مور دارك أنا بكذا دارك مور دارك عندي سنتر Another type of tenia is tenia fascia, and this is a fungal affection of the face. Erythematous annular plaque. Erythematous annular. Erythematous annular plaque involving the face. This is tenia corporis. Differential diagnosis, this is seborrheic dermatitis, طبعا seborrheic dermatitis, disease of the face, disease of the iguana, ما حكينا عليها قبل شوية, disease of the nasolabial fold, eyebrows, eyelashes, ears, إلى آخره. فإما الريجينيا أريثيما وقلت في الفيس تخلي بانا seborrheic dermatitis, رجيشة, سكوليوباس, تينيا, كلها تقريبا common disease involving the face. الروزيشة شلون الفرق عن التينين؟ ما في الروزيشة خدتوها؟ الروزيشة ديزيز يشبه الاكني بولغاريس بس يصير من هون ايجي جروب يصير من الاريثيما بابيون سباستيو تيننجكتيزي كرونيك ديزيز جو اوف هون ايجي جروب يصير من الاريثيما بابيون سباستيو التينين يصير بها اريثيما بابيون سباستيو Rosacea usually is your old age group, old age group. Usually bilateral symmetrical. Usually chronic disease. Nijahal, tinea cutis, one of the common representations of tinea among Iraqi children. Common entity in the Iraq, the tinea cutis. Fungal infection of the scalp. Many clinical pictures of tinea cavitis were patchy hair loss. Patchy hair loss. طبعا patchy hair loss شنو معنى يعني شنو تيجي بالك كل واحد يقول لك مريض عنده patchy hair loss او بسكاب شنو تقول لك؟ لبيشي هاي هذا تقريبا ما كنتم تعرفوه والتيني هسه عرفتوها اكو انتي اخرى اسمها تراكوتيليوم ميني بالضبط السايكولوجيكال بروبلم دور بعض الناس اللي هذا اسم شعر الأطفال حتى بالكبار الصيف. يا ما هي اسم شعر راسه يا ما هي اسم شوربة يا ما هي اسم الأي لاشيز بالأيبروز إلى آخره. تراكشن الوكيشن ممكن نعم صحيح. صح. تراكشن الوكيشن تجيك عادة على الهير مارجن على الهير بورد يعني مثل هاي المنطقة تصير خفيفة نتيجة الشد. هنا لا تجيك باتش باتشز. نات مارجنال هيبروز أكثر شيء تراكشن. الالوبيشيا هي تقول تراكوتيلوميني هذول نن انفلاماتوري هير لوس يعني تلقى مريض عنده باتشي هير لوس وتفحص السلاوت تلقى جاست سلايد داون لوس نورمال نو اريثيما نو اديما نو سكيل نو اوستيو نو باتشي هير لوس بينما في تينيا لا تلقى انفلاماتوري ليجن تلقى اريثيما تلقى باتيوس تلقى باستيو تلقى هير لوس من تسحب الهير بايدك جرب الهير بايدك بسوي لي يجي الهير شنو ما تنشف تجي العشرين ثلاثة شهر قبل. سوري.
Tiene algo.
Tinha carro de saída.